خمس حاجات لو عملتهم في اعلانك على فيسبوك او انستجرام هيحسنوا الوصول بتاع اعلانك جدا وهيخلوه اكثر فعاليه بشكل كبير جدا. اول حاجه ان الكلام على الصوره لازم يكون قليل، يعني ما تكترش الكلام على الصوره، لازم يكون اقل من 20% لان ده بيأثر على الاعلان بتاعك وبيخليه بطيء، ولو مفيش كلام اصلا على الصوره يبقى احسن. تاني حاجه لازم تخلي الصوره بتاعتك حقيقيه على قد ما تقدر، يعني كل ما كانت الصوره حقيقيه والصوره تقدر الناس تحس بيها كل ما كان افضل. الصور المتلمعه بزياده دي عاده ما بتجيبش مع الناس، وده مش معناه ان الصوره تبقى كواليتي قليله، لا الصوره كواليتي حلوه بس الصوره تبان ان هي حقيقيه للناس اكتر. تالت حاجه، اول سطر في الاعلان بتاعك في الكابشن هو اكتر سطر بيفرق، لما تركز ان انت تحط اكتر حاجه مهمه للناس في السطر دوت هو هيخلي الناس اكتر عندها قدره اكتر ان هي تكمل في اعلانك وتبص عليه. رابع حاجه، ما تتكلمش على اساس ان المنتج بتاعك هو احسن منتج في الكون، لان عاده ده بيجيب شكل عكسي مع الناس. ركز على الحاجه بس اللي بتميزك او بتميز المنتج بتاعك، وهو دي اكتر حاجه انك تركز بيها مع الناس عشان الناس تبقى عارفه هي لما تشتري منتج ايه المردود بتاعها. خامس حاجه، ابعاد الاعلان بتاعك سواء صوره او فيديو لازم يتناسب مع نوع الاعلان، يعني لو اعلان لفيسبوك ليه ابعاد معينه، لو اعلان للانستجرام ليه ابعاد معينه، لو اعلان للستوري او اعلان لكاروزل مثلا كل واحد ليه ابعاد معينه، وده بيساعد فيسبوك اصلا ان هو يوصل اعلانك لشكل كبير للناس بشكل احسن، وبيخليك ان انت تقدر الاعلان بتاعك يقدر ان هو يتسع في كذا مكان. ما تنساش السبسكرايب عشان خاطر يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله الساعه 8 بتوقيت القاهره هننزل فيديو متكامل عن ازاي تعمل اعلان على الفيسبوك بشكل احترافي سواء لفيسبوك او للانستجرام. مستنيكم.